وللحديث والنقاش حول تصاعد عمليات الاغتيال في العراق معنا الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر عبر الخط الهاتفي. مرحبا بك معنا سيد مصطفى. حياكم الله، أهلا وسهلا وحي مشاهديكم الكرام. مسلسل مرعب ومستمر لا يكاد ينتهي، حلقاته مرعبة لكل الناشطين وفي مختلف المناطق والمدن العراقية، والسؤال اليوم عمن يقف وراء هذه الاغتيالات. يعني في كل مرة تجد عملية اغتيال فيها صدى واسع واستنكار شعبي كبير، نظن أنها ستكون الأخيرة إلا أنها لم تكن الأخيرة مع الأسف الشديد. من يقف وراء الاغتيالات؟ النظام الغاشم المجرم هو الذي يقف وراء هذه العمليات الإجرامية، وهو الذي وقف وراء عمليات اغتيال 1000 من الشهداء الذين يعني ارتقوا خلال مظاهرات تشرين، وفي كل مكان شهد هذه الأحداث خلال السنتين أو السنة والنصف الماضية. السلطة عبر أدواتها الإجرامية سواء في الجيش الذي هو ميليشياوي أو عبر أجهزة الأمن والشرطة الاتحادية التي هي أيضا عبارة عن ميليشيات إجرامية إرهابية ذات تاريخ موغل في الإجرام تجاه العراقيين، أو عبر ميليشيات الحشد الإرهابية التي قتلت هؤلاء الشباب. وطبعا يجري الآن بعد أن توقفت عمليات القتل الواسع للمتظاهرين والثوار، يجري الآن اغتيال رموز الثورة وناشطيها البارزين في محاولة يائسة لإيقاف هذه الثورة التي تتصاعد إن شاء الله كل يوم حتى تحقيق هدفها الذي أعلنت عنه في أول أيام ثورة تشرين المجيدة. نعم. في الأول من تشرين 2019، وهو إسقاط هذا النظام الإجرامي بكل أدواته ورموزه وشخوصه ودستوره وأحزابه وميليشياته وبكل الإجراءات التي جاء بها ودمر. نعم. بها العراق. أستاذ مصطفى، الحكومة التي تعد دائما بالكشف عن قتلة المتظاهرين لكنها لا تكشف عن أحد، وكأنها تمارس دور التغطية والتعمية على هؤلاء القتلة الذين يهددون مستقبل وحياة الشباب العراقي. لا، هي في الحقيقة لا تمارس دور التغطية، هي تمارس الإجرام كما قلت، هي من تقتل هؤلاء الشباب، ولذلك فهي تحاول أن تتملص من هي بنفسها من تبعات جرائمها، لكن الشعب جميعا يعرف من هي الأدوات التي تطلق النار على هؤلاء الثوار والناشطين. لا يوجد طرف ثالث إطلاقا، الطرف الثالث لا غير موجود في الحقيقة، هناك شعب ثائر. نعم. هناك عصابة متحكمة بالعراق هي من يعني تطلق النار على هؤلاء الثوار، وهي من تقتلهم، وهي نفس العصابة التي دمرت العراق وقتلت العراقيين منذ 18 سنة وما يزال وما تزال شهوتها الوحشية للدم العراقي وللمال العراقي. نعم. مفتوحة، وهي تلتهم في سبيل بقائها كل عوامل القوة في العراق. أستاذ مصطفى، هل سياسة الإفلات من العقاب تعكس عجزا وضعفا حكوميا، أم أنه تعمد حكومي أنه نترك الناس تعمل حسب أهوائها لأنه هذه الميليشيات الحكومة لا تستطيع أن تقف في وجهها وبالتالي سيكون هناك صدام قوي؟ كيف تفسرون هذا، مسألة أن يفلت الجنى من العقاب وبالتالي تتكرر المأساة كل مرة؟ يعني أنا مرة أخرى أقول بوضوح أن من يقتل هو الحكومة وأجهزتها وأدواتها، وبذلك هي من تقوم بإفلات المجرمين من العقاب، وهي من تحاول التغطية عليهم، وبالتالي يعني حبل الكذب الذي تقوم به أجهزة السلطة قصير جداً. لا يمكن أن تستمر، إذا تسمح لي لو سمحت، لا يمكن أن تستمر هذه الادعاءات. نعم. بالتحقيق وإنشاء لجان تشكيل لجان تحقيق والإعاز إلى الأجهزة الأمنية بالبحث عن الجنات والقتلة، هذه يعني أكاذيب. نعم. مل الشعب العراقي منها ولم تعد تقنع طفلا في العراق.
أين دماء هشام الهاشمي الذي وعد مصطفى الكاظمي أولاد الهاشمي بأن لا يذهب دم أبيهم هدرا، وقال لهم أنه صديقي وأنه بمثابة عمهم وأنه سيأخذ بثأر أبيهم؟ هذه أشهر طويلة مرت ولم يفعل شيئا، ومصطفى الكاظمي لم يكن بعيدا عن أجهزة السلطة قبل تسلمه رئاسة الوزراء، هو كان يتسلم أهم جهاز استخباري في العراق، وعلى رأس هذا الجهاز جهاز المخابرات أعني، وبالتالي فهو يعرف جيدا كل الأدوات التي قتلت العراقيين طيلة السنوات الماضية. نعم، السؤال الآن أستاذ مصطفى عن انعكاس هذه العمليات على الشارع العراقي والشباب العراقي، من الواضح أنها تزيد من حماستهم ومن إصرارهم على مواصلة الثورة وليس العكس. طبعا يعني الثوار الذين خرجوا في الأول من تشرين الأول عام 2019 والذين سبق أن خرجوا في السنوات السابقة احتجاجا ورفضا لهذا النظام المجرم لا يمكن أن يعودوا إلى ديارهم، وقد فقدوا ألفا من أحبائهم، وقد أصيب بالعاهات وبالعوق الدائم أكثر من 30,000 من شباب العراق في بغداد وفي 9 محافظات أخرى، لا يمكن أن يعودوا دون تحقيق أهداف ثورتهم. وكما قلت هدفهم يتلخص في العبارة التي عادوا بالأمس وكرروها ورفعوها يعني واضحة وهادرة قوية في ضريح سيدنا الحسين رضي الله عنه عندما قالوا أن الشعب يريد إسقاط النظام. هذا هو مطلب الثورة وهذا هو مطلب الثوار، ولن يعودوا إلى ديارهم بدون تحقيق هذا الهدف. قد يطول المسار لكن النتيجة في النهاية ستكون بحول الله تعالى لصالح هؤلاء الشباب الذين قدموا نماذج في الوعي الوطني ونماذج في البطولة والبسالة وفي تحدي هذه الآلة الإجرامية التي يواجههم بها النظام المجرم. أشكرك جزيلا أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.